هنعمل مع بعض مناقيش. المناقيش نوع من انواع الفطاير، ممكن حشواتهم يبقوا لحمه، استعمل ممكن لحمه بقري او لحمه ضاني، بصل، ملح وفلفل، شويه زيت. بجيب هنا اهوت شويه من الزيت، نحمر فيهم شويه البصل، واعمل الحشوه الاولانيه، وعبال لما تدبل شويه نتكلم على الحشوه الثانيه. سبانخ، سبانخ طازه، بصل، شويه دبس رمان، ممكن حاجه تكون مزه ورمان لو موجود برضو للتزيين. حط شويه زيت هنا اهو، بدبل البصل شويه. السبانخ مش هتاخد وقت كتير في التسويه، وخصوصا ان انا مقطعها حتت صغيره. فنيجي هنا للحمه بيبقى فيها ده، نحط اللحمه هنا اعصجها. لو عندكم لحمه متعصجه ممكن تستعملوها، بس دي افضل ان انا ما اسويهاش تسويه كامله، عشان عايز يبقى فيها شويه صغيرين من السائل عشان لما اسويها ما تطراش. تبل ديت شويه ملح وفلفل، اما باجي اقول مناقيش انا بعمل ديت وعارف انها ليها مصدر. تتعمل في الشام، تعمل في لبنان، وتعمل بطريقه واحده، عايز اغيرها اسميها حاجه تانية، لكن دي المناقيش اللي هو لو حد هياكلها من البلاد ديت يقول ايوه فعلا ديت المناقيش. بحط السبانخ ادبلها شويه، هتبلها بملح وفلفل، احط عليها شويه عصير ليمون صغيرين، يبقى المزازه هتيجي من اتنين، من عصير الليمون وشويه من دبس الرمان. فدي الحشوتين تخلص من السائل اللي فيهم، نطفي على ديت، وهتخلص من السائل اللي فيهم، وهستعملها للحشو اللي هو هيكون حشو الفطاير. النوع الثاني هيكون هنا اللحمه، دي محتاجه تتعصق شويه، سيبها تتبخر الميه اللي فيها. يبقى عندنا نوعين من الحشوه، وممكن حشوه ثانيه او ثالثه من غير ما استعمل فيها الطبخ، يعني تبقى على الني. بجيب نعناع طازه بفرمه، ممكن احطه على جبنه بيضة، يبقى كده عندي الثلاث حشوات جاهزين، بس محتاجين نجهز لهم العجينه. وبالمناسبه دي العجينه اللي عملتها معاكم دلوقتي، لو واخدين بالكم بترتفع هنا اهو وبتتكاثر، يعني بعد 5 دقائق 10 دقائق ممكن تبقى الضعف. اما عجينتنا اللي هنعملها للمناقيش هتبقى عباره عن دقيق، زيت، سمسم قصدي خميره، سكر، وملح. استعمل نوعين سائل، ميه دافيه احطها هنا اهوت على الخميره، زائد حليب. ابتدي بالدقيق احطه هنا الاول، بضيف عليه السكر هنا على الخميره، الملح على الدقيق، الزيت، والخميرة لو هي فورية بسيبها تتخمر جوه العجينة، وبعدين بضيف بقية السائل
اللي هو الحليب. اخلي كل دول ينعجنوا ويندمجوا ينخلطوا كلهم لغايه لما تبقى عجينه كلها ملساء متماسكه مع بعضها. سيبها شويه لغايه لما كلها تندمج مع بعض. نراجع هنا بالنسبه للحمه، دي شبه استوت، اقلبها مره كمان ونتكلم شويه على العجينه اللي عملتها قبل ما ابتدي احشيها وارصها. الخميره اللي عملتها او العجينه اللي عملتها عجنتها وغطيتها سبتها تتخمر، يعني نفس الكميه اللي انا حطيتها دي هي دي بالظبط نفس العجينه. ايه اللي فرق العجينه ديت عن العجينه اللي انا عاملها هنا اهو؟ العجينه دي فيها خميره كتيره. الخميره عشان تتخمر بتحتاج قلنا سائل وبتحتاج اكسجين. لما بديها السائل والاكسجين بتطلع هي ثاني اكسيد الكربون. العجينه ديت فيها دقيق، والدقيق اللي موجود فيها فيه نسبه من الجلوتين اللي هو قلب القمح من جوه. قلب القمح بيعمل ايه؟ قلب القمح بيعمل العرق. لما باجي اعجن عجينه بيعمل عرق. يعني ايه عرق؟ بيقفل المسام بتاعت العجينه. يبقى اذا المسام بقت مقفوله هنا اهو من فوق. الخميره بتطلع ثاني اكسيد الكربون، تتنفس بترفع الدقيق او العجينه. لو الدقيق اللي عندي نوعه مش كويس وما فيهوش نسبه جلوتين عاليه مش هيرتفع كده. عشان كده ما بنستعملش خميره مع دقيق السميد اللي هو دقيق السمولينا، ما بنستعملوش مع دقيق ذره لان المسام مفتوحه، ما بنستعملوش مع دقيق الكيك. فديت حاجه مهمه، وانتوا بتشتروا الدقيق جربوه واعرفوا ان الماركه مهمه جدا لعمل عجينه ناجحه. نيجي بقى هنا اهوت للعجينه اللي ابتديناها. عشان تبقى ناجحه لازم تكون ملمومه وكلها قطعه واحده وناعمه، يعني العجينه ما فيهاش اي مسام. احنا كده عملنا العجينه، خمرناها لمده 35 دقيقه. هنجهز للحشوات وهنعمل معاكم مناقيش. فعملت العجينه ديت هتكون عجينه مناقيش اللي هحط في قلبيها حشو جبنه مع نعناع، لحمه مع صنوبر متعصجه مع اللحمه، وسبانخ مع بصل وليمون ودبس رمان مع رمان طازه. نفس الشيء اما باجي اطلع العجينه هنا عشان اشتغل بيها، من تحت بتكون اللي هي الحتت الملامسه للصينيه نفسها او الحته اللي انا حاططها دي، بقفلها بشويه صغيرين هنا من الدقيق. وما بحاولش استعمل دقيق كتير لان كميه الدقيق اللي هي كانت مكتوبه في الوصفه كافيه ان انا استعملها للوصفه. الدقيق الزياده اللي هستعمله بس علشان اما اجي افرد العجينه ما تلزقش في الكاونتر، لكن ما احطش كميه كبيره تغير لي من الوصفه نفسها. بفرد العجينه، ومجرد ما بفردها كده هي لزقت في الكاونتر، فاذا لو عملتها كده هتبقى اقصر من الجزء اللي انا فردته لانها كانت لازقه على اساس من تحت كانت منديه زي ما قلت. نعملها من الناحيه الثانيه هنا بنفس الشيء، وبعدين ابتدي افردها وهعملها تكون رفيعه او رقيقه. والسبب ان انا محتاج ان انا اعملها واطبقها، فلما هطبقها هيكون عندي قطعتين، واحده من فوق واحده من تحت، فما تبقاش زي السندوتش، ما تبقاش سميكه. بعد كده ابتدي اقطعها، اقرر حجم اللي انا عايزه ايه، لكن كله هيكون مدور. يعني كل نعمل نفس الشيء، اتاكد ان انا بخلصها من هنا واحطها تبقى مريحه، تبقى سهله عليا وانا بفتحها. بجيب القطاعات واختار الحجم، الحجم المناسب ليا ايه، يا حجم صغير يا حجم كبير، ونبتدي نحشي. ممكن نعملها حجم كبير شويه هنا اهو، كله هيكون مدور لكن الاشكال هتبقى مختلفه. يعني التدويره نفسها هقفلها كل مره بشكل مختلف.
في منها هتبقى بالجبنة، وعشان هتبقى مقفولة بقرر الحشوات قبلها. يعني ايه بقرر الحشوات قبلها؟ ناخد كمان العجينة اللي طلعت دي، مش محتاج احطها في العجانة، يعني بس بايدي اعجنها مرة كمان وافردها، بس مش عايز افضل اشتغل فيها كتير، لان هي كده وكفاية، وبسيبها وافردها بعدين. قبل ما بحشي اي معجنات بتدهن بالبيض، بدهن البيض الاول عشان ما يبقاش الفرشة عندي فيها لحمة وفيها سبانخ وفيها جبنة. لا، انا بحشي بحط الاول اللزاق السمغ اللي هو البيض مع الحليب، وبعدين ابتدي احط الحشوات. نحط دول هنا اهو. وبعدين نحط الحشو. ابقى احط دول بعدين عشان ما ينشفش البيض. هستعمل الحشو الجبنة الاول. نجيب الجبنة اللي احنا حاطينها مع النعناع. نعمل كام واحدة بالجبنة. وبعدين هجيب شوكة واقفل ديت من الجنب هنا، واقفل ده من الجنب، بقفلها كده وبعدين بضغط عليها شوية دقيق هنا، وبضغط بالشوكة بعمل لها شكل، فدي هتبقى منقوشة جبنة. وبالمناسبة في منقوشة بتبقى أكبر من كده، بس هي نفس العجينة لو حبيتوا تستعملوها، ودي ممكن تترش سمسم أو حبة بركة. ناخد ديت هنا اهو، دول بالطريقة دي، وتبقى أول شكل عملناه اللي هو موجودة نص دايرة. نيجي للنوع التاني، ممكن نعمل أربعة منهم هنا اهو، أو نشوف ناقص اتنين أربعة ستة تمانية عشرة، نعمل خمسة وخمسة. خمسة سبانخ وخمسة لحمة. فكرة اللحمة بتبقى مربعة، برضو بعمل المربعة ديت من الدايرة. نجيب هنا اهو، ودي ما بخليهاش تتخمر مرة كمان، في عجائن بخمرها مرتين، دي تخمر مرة واحدة بس. باجي عند اللحمة، حط شوية لحمة في النص، حط كمية كافية هنا اهو، وبعدين نشوف بعد كده. وسبتها اما بسوي اللحمه ما بسيبهاش تستوي للاخر، انا عايزها تكمل سواها في الفرن، وخصوصا انها تبقى مفتوحه، بس مش بحطها نيه برضو، لان في حاجه اسمها لحم بالعجين او لاموجين هنعمله مع بعض دلوقتي. فباجي هنا للدايره بعمل ايه؟ بقول انها تبقى مربعه، فبقفل من هنا كده من الجنب بناحية، وبقلفها من الناحية التانية واقفلها من الجنب مرة كمان، يبقى ديت بقت الدايرة نفسها بقت مربعة، وبضغط عليها اكني بقرصها من هنا كده، وديت بحط عليها صنوبر، حط شوية كام واحدة صنوبر فيها من جوه. يبقى بجيب العجينة بقفلها من الجنب كده، والجنب التاني بقفله بنفس الفكرة، فتبقى شكلها زي ما تكون مربعة، ومن جوه بحط فيها صنوبر، حطهم هنا اهوت، حطهم واحدة كمان هنا، ونعمل واحدة كفاية لحمة، وبعدين أوريكم السبانخ عشان ما تبقاش، يعني متهيألي وصلت المعلومة إن إحنا بنعمل اللحمة مربعة من ناحية ومربعة من الناحية التانية، وبقفلها متأكد انها متماسكة من كل ناحية، وبعدين بنحط عليها صنوبر، وقبل ما ادخلها الفرن هدهنهم بيض. بس الاول تعالوا نعمل السبانخ. دلوقتي السبانخ هنا هوت اللي هي هتبقى شكلها مثلث، يعني احنا عملنا من الدايرة عملناها نص دايرة قمر، وعملناها مربعة،
طب عملناهم ليه كده وليه ما عملتش السبانخ مثلثه واللحمه مربعه؟ زي ما ابتديت في الحلقه وقلت انا بحترم العادات والتقاليد اللي بيعملوا مناقيش، انا هاكلها في لبنان، هاكلها في سوريا، هاكلها في اي حته، هتبقى مناقيش اللحمه مثلثه مربعه، مناقيش الجبنه هتبقى نص قمر، اللحمه عليها صنوبر، السبانخ عليها رمان ودبس رمان. انا بقى ما اغير واعمل حاجه تانية اسميها اي حاجه على اسم ابني او على اسم صاحبي او اي حد تاني. فتيجي الفكره هنا ان المناقيش والعجينه دي ممكن تعمل منها حاجات كتيره، بس دي اهم واشهر حشوات واشكال بتتعمل بيها. نيجي للفكره هنا اهوت اللي هي هتبقى السبانخ، طعمها مزز، طعمها ظريف، يعني مختلفه. هنعملها ازاي مثلثه؟ بقفلها اعملها زي القرطاس، باجي من هنا واضغط عليها كده اهو، يبقى قفلت من ناحيه واحده، وبعدين بضغط من الناحيه الثانيه وقفلت من الناحيه الثانيه، يبقى دلوقتي بقت مثلثه، يبقى عملتها من ناحيه ومن الناحيه الثانيه. باخد ديتين اهو نحطها على الصاج، وبحط رمان لان هي فيها رمان، تاكد ان فيها رمان في الحشو. نقفل واحده كمان وبقرصها من فوق، زي ما بقول بقفلها من فوق، يعني دي مهمه ان انا اقفلها من فوق، ونقفلها بقت قرطاس كده اهوت، عملتها قرطاس، والقرطاس بكمله بيبقى من الجناب من الناحيه الثانيه، وعشان ما تملوش انا هكمل دول، احط شويه هنا اهوت من الرمان، هدهن دول بالحليب مع البيض، احط حبه البركه او سمسم على المناقيش الجبنه، ممكن ناس تسميها فطاير جبنه، ممكن ناس تسميها بحاجات مختلفه، بس كمناقيش اللي احنا عملناها حشيناها باللحمه وفيها صنوبر، وعملناها مربعه حشيناها بالسبانخ وفيها الرمان، وبقت شكلها مثلث، وكله دوت من شكل الدايره اللي هي عملناها بحشو الجبنه. وكان نوع الجبنه ممكن استعمل جبنه فتة، ممكن استعمل جبنه قريش، طبعا ممكن استعمله جبنه عكاوي، او بدهنها بكل دوت بالحليب مع البيض، وبحط عليها سمسم او حبه البركه، يعني ممكن سمسم او حبه البركه او الاثنين، او ممكن ما ادهنهاش خالص، وممكن اعملها باشكال واحجام مختلفه. يعني انا استعملت القطاعه الكبيره، لو حبيت ممكن اعملها بحجم اصغر، يعني ممكن تكون القطاعه اصغر شويه، وديت ممكن تبقى فكره من الافكار اللي ممكن اقدمها على الفطار، ممكن مع الشاي بين الوجبات. ولو حبيته ممكن دي تعمل واخليها مفتوحه زي ما هي واحط الجبنه عليها، يعني المنقوشه ممكن تبقى مفتوحه وعليها الجبنه. واسهل حاجه انا ممكن اقدمها مع خضره، يعني ممكن مع خضره هنا اهوت وطماطم، وبتبقى افضل وقت وهي لسه سخنه، يعني ما اعملهاش واسيبها تبرد. حط المناقيش هنا.